صباح الخير بلاك من هذه نشرة بلايز الأخبار الخاصة بكم. اليوم 2/18 سبتمبر، أنا حنين وأنا طارق. اختبارات الفيراتي شو اليوم الساعة 3:45. استعد للأداء. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيدة بن. يمكن لأي شخص يرغب في الانضمام إلى النادي الحصول على نموذج النادي من المكتبة. سيقود نادي الزنزالة والتنين اجتماع أول اليوم بعد المدرسة في غرفة G9. تعالوا إلى G9 إذا كان لديك خيال وترغب في استخدامه. سيقعد نادي الفن اجتماع الاهتمام ويجب بجلسة الصف الذهبي للعام في 12 و13 و14 سبتمبر من الساعة 3:30 إلى الساعة 4 مساء. وستقعد الجلسات في الغرفة A3 بشأن السيدة أندرسون. يجب على الطلاب إحضار موافقة الوالدين الموقعة للمشاركة. سيجتمع النادي الدولي في D19 غرفة النوم السيدة باريس في 18 سبتمبر من الساعة 3:30 إلى 24. سنقرر تصميم قمصانة ووضع الخطط إلى العودة إلى الوطن. يجب الانضمام إلى لينا إلى احتفال باجتماعنا الدولي وثقافتنا هنا في PHS. ستكون صور المكياج في 20 سبتمبر صباحا في صالة الألعاب الرياضية أوكسجين. سيتم استعداء الطلاب حسب مستوى الصف في ذلك الصباح. الصف في هذا لك الصباح هناك اجتماع تنس لزامي للجميع اللاعبين العائدين الذي يخططون لتجربة هذا العام خلال امباكت في 21 سبتمبر. استشار المدرب ميدوز للحصول على المريض. وسيجتمع فريق الكلام والمناقشة يوم الخميس 14 أيلول سبتمبر 3:30 صباحا في الغرفة D8. اليوم الوطني لتسجيل الناخبين هو 16 سبتمبر. إذا كنت كبيرة فيما يكفي والقدرة على التصويت فقم بالتسجيل وإنه واجب المدني. سيقيم بلايز بوديز حفلة الهالوين في 20 أكتوبر من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء. سيكون خارج الحان للمجري في منزل توماس مور. تأكد من أنك مسجل في بلايز بوديز. ريمايندر على حصول التفاصيل. الكتاب السنوي معروض للبيع رسميا لهذا العام الدراسي. ارتق بكتابك السنوي إلى أدنى سعر في السنة في yearbookforever.com. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه أيضا شراء إعلانات كبيرة، إعلانات السينيورز وإعلانات الأعمال. هل لديك أي أسئلة؟ أرسل بريدا إلكترونيا إلى السيدة يونغ. إلى السيدة يونغ. ستكون صورة المكياج في 20 سبتمبر صباحا في صالة الألعاب الرياضية الأوكس. سيتم استعداد الطلاب حسب مستوى الصف في ذلك الصباح. ستجتمع النادي الدولي في D19 غرفة السيدة باريس في 18 سبتمبر من الساعة 43 دقيقة إلى الساعة 24 دقيقة. سنقرر تصميم قمصانة ونضع خطط للعودة إلى الوطن. انضم إلينا في الاحتفال بجامعتنا الدولية وثقافتنا هنا في PHS. هل ترغب في المشاركة في فعاليات العودة للوطن؟ كرة السلة 3-3، كرة القدم 5-5، وكل الكرة. كل ما عليك فعل هو جمع فريق وتسجيل باستخدام رمز الاستجرابي السريع، ثم انظر إلى بريدك الإلكتروني للحصول على المزود. تأكد من إطلاعك على الإعلانات والمزيد في PHS بن بلايز فيديوز على اليوتيوب، وكذلك على شاشات ميديكاس في القاعة المستديرة ورد الصالة الرياضية وأحدث شاشة لدينا في المكتبة. أنا حنين وأنا طارق وهذه كانت النشرة بلايز الأخبار الخاصة بكم. Go Blaze.